الورد والياسمين، مشاهدينا أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كيف الحال. هي حلقة مختلفة عن باقي حلقات أيام الأسبوع، لكن الموضوع هو اللي خصصنا يعني هذا الأسبوع بالنسبة للناس اللي تابعونا من بداية الأسبوع، خصصنا للحديث على العنف الممارس ضد المرأة دائما في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. اليوم حلقة خاصة، حلقة الجمعة اللي هي مختلفة، ونستقبلوا من خلالها سيدة اللي حتى هي عاشت التجربة ديال التعنيف، واللي يعني على خلاف عدد كبير من السيدات جعلت منه محرك لحياة أفضل. غادي نعرفوا كيفاش. والسيدة طبعا بزاف الناس غادي يكونوا عرفوها من خلال برنامج تاني اللي كان تكلف به، اللي هو برنامج مع الناس. هي سيدة مديحة بناني. صباح الخير للا مديحة. صباح الخير، مرحبا بك معنا، وشرف لي أنني نستقبلك مرة أخرى يعني في إطار البرامج ديال القناة التانية. مديحة بزاف ديال الناس غيكونوا عارفوك وكيتذكروك من خلال يعني المرور ديالك في برنامج مع الناس. اقتسمتي معنا واحد التجربه اللي هي صعيبه، وماشي سهل انك تكلمي على اشياء خاصه اللي عشتيها انت في حياتك، ولكن كانت فقط لمشاركه الناس الهم ديالك، وتوضحي الفكره اللي كنا خرجنا بها ان المراه ممكن واحد النهار تخرج من واحد الحاله اللي هي سيئه، خصها فقط واحد مجموعة ديال الآليات، وخصها شي شوية ديال العزيمة والإرادة بحالك. مديحة، أنت اليوم معنا ككوتش ياك، مرافقة للنساء، تخصصتي في النساء معنفات وغيرهم من النساء، وكذلك أنت أخصائية في تنويم الإيحائي. ومديحة عندها حوالي 40 تكوين في إطار التطوير الذاتي والتنمية الذاتية لو ديفلوبمون بيرسونيل في المغرب وفي جميع أقطاب العالم. لالا مديحة، مرحبا بك. الله يبارك فيك مرة أخرى، مرحبا بك في برنامج كيف الحال. ما عرفتش كيفاش غادي نبداو هذه الحلقة، نديرو بغيت شي شوية نتكلموا على تجربتك أنت كامرأة، ديجا امرأة اللي تعنفات وعانات. تخي بيان، ألوغ غادي نهضرو على راسي، غادي نهضر على راسي في الأول. ألوغ أنا تزوجت في 18 عام وطلقت 28 عام، وعشت في زواجي الأول العنف. دونك العنف كاين لو فيزيك الذاتي، وكاين العنف النفساني، وكاين ليموسيونيل. نعم، يعني تعنفتي باشكال مختلفه. فوالا. نعم، دونك وكنت تنوصل حتى للكلينيك وحتى للسبيطار، هادشي كله شافوه الناس واكيد عارفين. نعم. دونك من بعد عاود تزوجت غوبلوت، حيت ما خديتش الدرس الاولى، عاود تجربه ثانيه ديال العنف، وعندي واحد تهريسة في العنق اليوم ما تيمكن ليش نشجد ولا ندور. دوك العنف فيه دي دوغري، نعم، درجات درجات. دوك مني درت 45 عام تلاقيت بالكوتشينغ، هذيك هي الحظ اللي كان عندي. نعم. في حياتي تلاقيت واحد السيدة اللي مدات لي يدها، ودخلت مدات عامين وأنا كنخدم على راسي لداخل، بغيت نفهم علاش أنا، بوركوا موا، علاش انا تعنفت 20 عام وبغيت نفهم. دونك خدمت معايا عامين وانا كنشوف داخلي كيس كيس باس. فكره جميله جدا، لانه اكيد هذا السؤال اللي طرحتي ايموفون، لانه فوالا بزاف السيدات تقول لك علاش انا كيوقع لي هذا الشيء، علاش المراه اللي كتعنف ما تتعرفش علاش، بحال البوغ، بحال ما تتقول كنستاهل وهذا الشيء اللي كاين. انا جو فو ريان، جو سوي نول، تيكونوا عندها واحد الاعتقادات على نفسها، لا كونفيونس، ما كتسوى والو، انا جو سوي ريان، وكتسكت وكتقبل المشكل، هو سكت وستر وحشم. عرفتي مديحة، قلتي واحد الحاجه مهمه بزاف، وسمام اي موفون بزاف النساء اللي كيعيشوا هاد التعنيف هذا، تتقول لك علاش انا، علاش انا، وعلاش ماشي الاخر، شنو درت. الوغ بوركوا موا، هو السؤال الاول اللي جعلني في 45 عام ندخل نطلب المساعده. تلاقيت هذاك الحمد لله بلاقاني بواحد السيده كوتشاتني مده عامين، حتى حسيت براسي وقفت على رجلي. يعني عامين شنو كديري فيها؟ كتخدمي فيها على راسك؟ ساعتين في السيمانه كنخدم على راسي، شنو هما الاعتقادات ديالي، شنو هو الخوف اللي عندي، شنو هي البنيته الداخليه اللي عندي باش تتحس، شنو داز عليا. البنيته الداخليه اللي كنسميو حنا لونفون انتيريور. فوالا، مشيت نتلاقى بهذه البنيته اللي عندي لداخل، نهضر معاها، نسمع لها، نشوفها شنو عانات، نصنت لها، نداويها، اكسيتيرا. دونك ملي دازت عامين وحسيت براسي بغيت، وحسيت بواحد السكينه، وحسيت بعقلي تسكن وبرا،
بغيت نساعد النساء الاخرين. وهذا الشيء علاش معنا اليوم مديحه مشاهدينا، لانه ما تحت هي الفرصه نتكلم على هذا الجانب في برنامج مع الناس، ولكن هنا انت ككوتش ساعدتي واحد العدد كبير من النساء باش يخرجوا من هذا، نقولوا حنا دوامه سي ان سيركل فيسيو ابري تو ملي كتدخل في التعنيف وهذا. مديحه يعني السيدات بزاف تيعانيو من هذه المساله، وواحد الفكره اللي كترجع اللي حضرنا لها في مجموعه المحاضرات هو لو باردون، منين كتسامح المراه مثلا مره وجوج، نقولوا احنا لهذا الرجل هذا اللي تصرفقه ضربه بحال هكذا، تتقول كي معليش هذا، سيدات اخرين تقول ما كانش خصك تسامحي في هذيك المرحله. واش فعلا كتشتغلوا انتم على هذه الاشياء هذه؟ الوغ غادي ندوي على التجربه ديالي الشخصيه. انا كبرت في واحد المعتقدات ديال اعتقادات ديال الزيتونه كتاكل العصا على وليداتها. دونك البنت الصغيره اللي كتسمع هذه الكلمه وكتسمعها بلوزيغ فوا تتكبر، ملي كتوصل وكتجوج تكون قبلت واحد الراجل وكيبدا العنف، قبل ما يبدا العنف فيزيك تيبدا العنف نفساني و ايموسيونيل، دونك ما عندهاش لي مويا باش تدافع على راسها، وعندها ذاك الاعتقادات ديال جو ميريت انا نستاهل. الوغ غير باش تعطينا فكره، شنو عطينا امثله على العنف النفساني والعنف على مستوى المشاعر. الوغ العنف النفساني هو الغوات، السبان، المعاديه، كومون دي في دون نوتر كولتير السم، هو لو كونترير ديال لا كومونيكاسيون نون فيولونت. والعنف ايموسيونيل هو الواحد اللي تيقلب على داك الحاجه اللي كتقصحك وغادي يجبدها لك ويقولها لك، لا بيرفيرسيون. والعنف الذاتي هو الضرب فيزيك. دونك هي دي زيتاب، هي مراحل كتبدا دونك من هذا العنف النفساني. المعيوره، المراه اللي كتميز والبنيته اللي فاهمه هذا الشيء وتتعرف تدافع على راسها من الصغر وكتميز وكتفهم، غادي تلاحظ الفا غوماركي لا فيولونس من الاول بدو ديالها، سيتادير ملي تيبدا داك العنف النفساني تتعرف كيفاش تهضر وتدافع على راسها، سواء بنيتها صغيره ولا مراه كبيره. دونك هنا هادشي اللي كتخدمي عليه انت مديحه مع السيدات، يعني ملي كتلجا لك واحد المراه اللي طلب المساعده لانها تتعاني من العنف وما عرفاتش كيفاش تخلص منه، تتبداي تشتغلي معها على كنبداو نشتغلوا على سون بوزوان سون اوبجيكتيف، الاحتياج ديالها. اول حاجه تنقولها شنو بغيتي، حيت المراه وما تكتبوا كتب بزاف في العالم على العنف ضد المرأة، المرأة اللي كتعنف هي مكسرة من الداخل، هي مهرسة. إذا هاد المرأة مهرسة عندها دو سوليسيون، يا إما تكمل حياتها مهرسة يا إما كتقول ستوب وكتهضر. أولا الوعي، ثانيا كتطلب مساعدة، ثالثا كتمشي تقلب. لو بخوميي با هو الهضرة، حيت البوح ريفيلي دينونسي دينونسي، حيت السكات تيخلي المراه في واحد الغون بوا ما تتخرجش منه. هي لا فيكتيميزاسيون، جو سوي فيكتيم، انا ما كنسوى والو، ما كاينش الحل، ما كاينش اللي يعاوني، وتتبقى تتكمش وتتصغى وتتغطي وتتحشم وتتقول انا جو هذا وماشيه، وتيدوزوا السنين ما تتحش، بالوقت تيدوز وكتقبل. هو الخطر هو المرأة اللي كتقبل العنف وكتسكت وكتستر. نعم، انت دونك الدور ديالك هنا في انك تعلي المرأة انها تتكلم. ملي كتجي المرأة كتطلب المساعدة، هي كنقول لها شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ واش انتينا بغيتي تبقى تستاهل العنف ولا بغيتي تفك من العنف وتدوز للحرية وتدوز حيت الحاجة الطبيعية هي الحياة بلا عنف، هذه هي الحاجة الطبيعية. والحاجة اللي غير طبيعية هو المرأة تسكت على العنف، والحاجة اللي انتوليرابل سيتادير غير ما كيتقبلهاش العقل هو المرأة اللي كتقبل وكتسكت وكتستر العنف وكتعيش عادية، وهي كتدخل دارها كتضرب وهي الخارجة تبين حاجة أخرى. وكنتلاقى بزاف من هذا المشكل ديال المرأة اللي مخبية، كتخبي العنف وكتعيش عادية، ولكن اللي ما كتعرفش هو مع المده انه الداخل الداخلاني كيتهرس وكينكسر وكيتحطم، حتى واحد النهار كتجبر راسها في الارض خصها الكلينيك.
نعم. انا دست من الكلينيك بلوزيغ فوا. نعم الوغ مديحه، يعني الكلام معك فيه بزاف ديال اش غادي نقول لك كيأثر فوالا، لان بحكم معرفتي بك مديحه وعارفه انك عندك واحد كفاءات كثيره. مديحه بناني من الناس اللي تكسروا وتهدموا ولكن بنيتي حياتك من جديد، دونك لا ريكونستركسيون. ما غيسمحش لنا الوقت مازال نهضروا عليها، يمكن غادي تتاح لنا الفرصه في الراديو باش نزيدوا نتكلموا. نقول جوج كلمات تفضلي. الوغ المراه اللي كات اللي ديسيد كتقرر انها كتقرر الشوازي باش تخرج من العنف، انا اختاريت القرايه والعلم، دخلت نقرا. نعم. حيت بغيت نفهم. نعم. ولكن المراه اللي ما عندهاش الامكانيات، كاين محو الاميه. نعم. كاين لي زاسوسياسيون. نعم. جمعيات. جمعيات اللي مشيت لهم وجلست فيهم وتلاقيت الناس وشفت انه المستوى كيشرف المغرب. نعم. وشفت الناس تخدموا، والمراه اللي كتعنف عندها ليكوت اللي اكري اللي ايدي. نعم. دونك كاينين جمعيات، والمراه اللي كتبغي تخرج من العنف اول حاجه خصها تطلب المساعده. تا يمكن. نعم. يكون شي واحد في العائله قريب، المهم تكلم تهضر معاه تقول له هادشي كاين، ولا البنيته. نعم. بنيته الصغيره بقات واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف نختموا بها، وبغيت نتكلم حتى على الكتب ديالك. ولكن الناس ممكن يشوفوهم، الا بغيتوا اعاده الحلقه ديال اللي كانت معايا فيها مديحه بناني، كتبتي كتاب لوميير دو فام، كتبتي اكري في اليف توا، هادو يعني كتب اللي تبارك الله عليك مديحه. الله هنا عاودت حياتي كتبوحي فيهم وعاودت المشاكل كلها. نعم. وكيفاش خرجت من المشاكل. نعم. وهنا عاودت الطريق كيفاش جبرت يعني السلام الداخلي. بقات مساله ان يعني باش اننا نتفاداو هذا العنف، والمراه ما تلقاش راسها واحد النهار في هذا الشيء. التربيه البنيه من الصغر على انها ما تقبلش العنف. كلمه واحده وساروت واحد هي التربيه. نعم. التربيه في الدار، التربيه في المدرسه، والوعي. انا ما كرهتش نعلموا لا كومونيكاسيون نون فيولونت في المدارس ديالنا. نعم. كلهم في البريمير. ولي فالور، القيم، القيم الأهمية، الحب والمحبة والاحترام والمحبة والسلام. نعم. هذا الشيء كيتعلم في الدار ملي كنشوف أبي وأمي. نعم. وكيتعلم في المدرسة مع الأساتذة، وكيتعلم باش تكبر ذاك البنيته وذاك الوليد. نعم. مطمئنين وتيعرفوا يميزوا بين العنف وبين السلامة. نعم. شكرا لك بزاف 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 مديحة، ما سخيتش بك. غادي نتلاقاوك اكيد ان شاء الله في فرصة واحدة اخرى. دونك كان هذه حلقة يعني خاصة على تعنيف ضد المرأة، وكان بالي مديحة بالنسبة لي يعني من الأمثلة الجميلة جدا ديال السيدات اللي تعنفوا وعانوا سنين طويلة، واللي اليوم تنشوف فيها امرأة تتشرفنا وتتشرف المغرب يعني بهاد الأشياء كلها اللي كتقومي بها. ونذكر بأنه إني جامي تخو تار، أكثر من 40 ديبلوم عند مديحة من بعد ما تعنفت واحتفت سن 45 سنة. يعني أمل كبير كيتفتح في الحياة. أنا باش غادي نحبسوا. نعم. إلا قديت أنا نخرج من العنف ونداوي راسي ونعاون النساء اليوم في الكابيني ديالي هذه 4 سنين، أي وحدة كتعيش العنف تيمكن لها تخرج منه. شكرا لك بزاف بزاف لاله مديحه بناني، وغادي نتلاقاكم مشاهدينا في فرصه اخرى ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين باذن الله بمواضيع جديده دائما في اطار برنامج كيف الحال. الى اللقاء.